مشاهدينا متابعينا الكرام، لازلنا مستمرين مع حضراتكم متابعين هذه الأشواط المسائية هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن، ميدان التحدي. شوط ينتهي وآخر تعلن انطلاقته. على بركة الله أعلن وانطلق الشوط الثاني عشر من أشواط هذا المساء بتحديات جديدة مع سن اللقاية وشوط يخص الأبكار. نتابع مسار الخمسة كيلومترات مع هذه الانطلاقة ومع هذه التحديات الجميلة، لنتابع مقدمة الشوط مباشرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الواصلة المتقدمة في هذه اللحظات من هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي الذي يقدم الواصلة في المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني. نتابع في هذه اللحظات هجن المرخية مع تكريم اللي خذت المركز الثاني في هذه اللحظات، عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي الذي يقدم لنا تكريم على مستوى المركز الثاني وتحمل لشعار هجن المرخية. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث لنتابع في هذه اللحظات وصول من مصيحة لسعارة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك العبد الرحمن الثاني، عبد الله بن سالم بن فاهد الملامق الهاجري الذي يقدم لنا مصيحة وخذت المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع. معزة في المركز الرابع من هجني أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري، من يتابع انطلاقة معزة على المركز الرابع. والمركز الخامس وصول من الغشمرية القادمة بشعار هجن الشحان، تدخلت في هذه اللحظات تدخل مباشر مع هذا الاندفاع الجميل بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة، ولكن تابع الأسماء القادمة والتي أيضا بدأت تندفع نحو الخماسية المذاعة. ياهو شوط وتحدي جميل هنا، كوكبة جميلة متشكلة على مقدمة الشوط، نتابعها من خلال هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية على أرضية الميدان على الكادر العلوي والكادر السفلي. تابع الأسماء والشعارات المنطلقة والمندفعة هنا في هذا الشوط في هذا المساء الجميل. ياهو منظر مميز على أرضية ميدان الشحانية مع هذه الكوكبة المتقدمة في هذا الشوط بقيادة الواصلة. الواصلة في المركز الأول، الواصلة من هجن الغرافة التي تقود هذه الأسماء. هنا مدهش المضمرين سالم بن عامر بن راشد المدهوشي الذي يطمع بنقطة أخرى مع هذا الشعار، شعار هجن الغرافة، والذي يقدم الواصلة في المركز الأول في الصدارة والبداية، تليها على المركز الثاني. هذه الحذرة اللي في المركز الثاني من هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المر الذي يقدم الحذرة على مركز الوصافة على المركز الثاني. وفي المركز الثالث أتابع الاسم القادم وصول من مراكز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري الذي يقدم مراسيل على المركز الثالث والمركز الرابع. في رابع المراكز أتابع مصيحة اللي خذت المركز الرابع بشعار سعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك العبد الرحمن الثاني، عبد الله بن سالم بن فهد الملامق الهاجري، من يتابع مصيحة اللي في المركز الرابع. والمركز الخامس، خامس المراكز، هجن الشحانية بدأت تقترب مع الغشمرية، هجن الشحانية بدأت تقترب مع الغشمرية القادمة بقوة بمتابعة شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا، هذه النتيجة للخمس المراكز، هذه النتيجة. ولكن وين البداية؟ ثنائية على مقدمة الشوط بقيادة الواصل الشوط حتى اللحظات. الله، اجن الغرافة مع الواصلة، اجن الغرافة مع التحديات الأولى في المقدمة في الصدارة والبداية. مدهش المضمرين، من يتابع الواصلة في مقدمة الشوط، من
تحمل لشعار هجن الغرافة، منطلقة بالمركز الأول، تبحث عن الناموس والانتصار، تبحث عن نقطة هذا الشوط في هذه التحديات المسائية الجميلة في سباقنا المحلي السابع، بينما على المركز الثاني شوف هذا الهجوم، الله، التهبت المنافسة، ارتفعت درجة حرارة الشوط، ياهي معركة مع هذه الأصائل. المركز الثاني نتابع مراسيل القادمة بقوة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني ناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري، ولكن تابع الذهب القادم مع شهاليل، وصلت من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بفران المري، وصل العطية، بدأ يقترب في هذه اللحظات، بدأ يقدم تحدياته على مستوى المركز الثالث في هذا الأداء الجميل في هذا المسار المتميز اللي وصلت في هذه اللحظات. الله، جاوزت مشاهدينا الأعزاء، انطلقت سحابة من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية اللي غير الأمور مع سحابة، سحب بساط المركز الأول وانطلق مع الصدارة والناموس على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثالث وصول وتقدم من ثوقة من هجن الشحانية مع المشاغب أيضا محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وفي المركز الرابع مصيحة، والمركز الخامس أتابع مراسيل، ولكن البداية مقدمة الشوط المركز الأول سحابة 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 مع الناموس والانتصار من هجن الشحانية. هذه سحابة مشاهدينا الأعزاء، أعلنت المغادرة عن الأسماء، انطلقت نحو الناموس والانتصار. مشكور يا المشاغب، الله 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 الله، اللحظات الأخيرة، وهذا هو العرض النهائي من سحابة اللي حققت الناموس والانتصار. المئة متر، المتر الأخير، مصيحة قادمة، ولكن سحابة سلام 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 على هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، المركز الثاني من وصل التمصيحة وقدمت عرض مميز في اللحظات الأخيرة بشعار سعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك آل ثاني عبد الله بن سالم بن فهد الملامق الهاجري. المركز الثالث، المركز الثالث من وصلت غارة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني محمد بن بخيت بن برقان. المركز الثالث أو المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من شهاليل من هجن الشحانية مع الذهبي سالم وفاران المري. أما خامس المراكز، المركز الخامس كان من نصيب منثوقة من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 7:34:40. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز سحابة مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني مشاهدين الأعزاء من وصلت مصيحة، توقيتها 7:34:76. تهانينا لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك آل عبد الرحمن آل ثاني، والتهريم وصوله لعبد الله بن سالم بن فهد الملامق الهاجري. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء في ثالث المراكز كان الوصول من غارة وتوقيتها الزمني 7:36:91. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد.